لولا الحياء لعاد الاستعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ثاني اثنين من شعراء الهجاء الذين كرسوا حياتهم للنيل من غيرهم. فإذا كان الفرزدق قد عرف بأنه ينحت في صخر، فإن شاعرنا جرير بن عطية اليربوعي الكلبي قد قيل عنه أنه يغرف من بحر. غزير في إنتاجه الشعري، سهل المعنى، متاح التراكيب، خطير القصائد، كان نقيضاً للفرزدق في كل شيء. فهو العفيف الخلوق، متواضع الأصل، لك الفرزدق ذو النسب الشريف والعائلة الثرية. وإذا كان الفرزدق أميل إلى بني علي بن أبي طالب في وقت الفراق والفتن وتحزب الناس، فإن جريراً كان قلبه مع بني أمية، لا يتورع عن الفخر بذلك في كل موضع. ولقد استمر فن الهجاء قوياً، وظل شعراؤه على جانب من الهيبة إلى أن جاء الإسلام فوضع عليه وعلى بعض أغراض الشعر الأخرى شيئاً من الضوابط، ومن ينتهك هذه الضوابط يعاقب. ورغم أن قصيدتنا اليوم قصيدة رثاء في الأصل، إلا أنها في نصفها الثاني تحمل هجاءً مراً للفرزدق وقبيلته، لكن خطورتها الكبرى تكمن في مواجهتها لمنظومة أخلاقية راكدة. فتعبير الرجل عن مشاعره لزوجته كان شيئاً غريباً وغير مفهوم أو مقبول في ذلك العصر، لكن جريراً يفعل ذلك في قصيدته، بل ويتأسف أنه لم يظهر مشاعره لزوجته بالشكل الصحيح في حياتها، ويستهل قصيدته ببيت عذب يقول فيه: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. هكذا بدأ جرير هذه القصيدة الخطرة في رثاء زوجته خالدة، وكسر بها جرير حاجزاً لم يكسره أحد من قبله. هذا الحاجز الذي يعيب على الرجل رثاء زوجته والبكاء عليها، وهو أمر لم يألفه العصر الأموي من قبل ولا العصور التي سبقت. وهذا ما جعل جريراً رائداً لهذا الفن من خلال قصيدته التي لم يبكي فيها زوجته، ولكن كان يتأمل ما للمجتمع من عادات تعودوها وتقاليد جبل عليها، فكأنما أراد أن يعلن عن طبيعة المنظومة الأخلاقية التي يعبر عنها، خاصة لأنها تواجه منظومة أخلاقية أخرى كتلك التي يمثلها الفرزدق. فالفرزدق كانت علاقاته بالنساء متعددة، لكن جرير لم يتزوج إلا زوجته خالدة. فيكمل ذكره لمحاسنها في أبيات قصيدته قائلاً: ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار، فجزاك ربك في عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار. ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. أرعى النجوم وقد مضت غورية، عصب النجوم كأنهن صوار. نعم القرين وكنت علق مظنة، وارى بنعف بلية الأحجار. ينظر الشاعر في هذه الأبيات إلى أم أبنائه بحرقة بعد أن وار التراب لحدها، ويبث إليها حزنه لأنها تركته وحيداً وهو في أمس الحاجة إليها بعد أن تقدم به العمر، ولأن بعض أبنائه ما زالوا صغاراً. وبينما نتقدم في أبيات القصيدة نلتمس المرارة الحقيقية التي يشعر بها جرير، فهو يغرف من بحر كما ذكرنا، متدفق في مشاعره في القصيدة كما هو متدفق في كل شعره،
غير حريص على المفردات النادرة أو التراكيب الصعبة بقدر اهتمامه بالإنسيابية والتدفق في أبياته. كانت مكرمة العشير ولم يكن يخشى غوائل أم حزرة جار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار. وإذا سريت رأيت نارك نورت وجها أغر يزينه الإسفار. صلى الملائكة الذين تخيروا، والصالحون عليك والأبرار. وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. يواصل جرير وقوفه أمام المنظومة الأخلاقية التي لا تفتخر بالنساء، والجافة التي لا تظهر فيها مشاعر الحب بين الأزواج، فيصف زوجته بأحسن الأوصاف ويخصها بأفضل الخصال، ويغدق عليها من المشاعر والأحاسيس ما يظهر حزنه ولوعته. فزوجته الراحلة خالدة كانت كما يصفها كريمة النفس، جميلة المنظر، وقورة هادئة شريفة، وهي أيضا أصيلة النسب والمنبت وطيبة القلب، ولا يخاف الجيران والناس شرها، بل يحبونها ويأمنون لها، ويدعو لزوجته بالرحمة والمغفرة، وأن يصلي عليها أفضل الملائكة عند الله تعالى والعباد الأبرار. ومع بكائية جرير وتصويره لمصيبته، إلا أنه لم يجد أمامه بداً من هجاء الفرزدق في النصف الثاني من القصيدة، فهو يحاول القول إنه أخلاقياً مختلف عن الفرزدق. فأحد هواجسه الشعرية كانت كيف يواجه الفرزدق حتى لو مواجهة غير مباشرة. وربما نعتبر هذه الأبيات هي نوع من أنواع الردود الاستباقية على هجاء يتوقع جرير أن يهجوه به الفرزدق. وعلى الرغم من أن العديدين عابوا على جرير ذلك، إلا أن الوجع الذي أصاب قلب جرير من تعليقات الفرزدق على زوجته الراحلة كان أشد وطأة. أفأم حزرة يا فرزدق عبتم، غضب المليك عليكم القهار. كانت إذا هجر الحليل فراشها، خزن الحديث وعفت الأسرار. ليست كأمك إذ يعظ بقرطها قين، وليس على القرون خمار. سنثير قينكم ولا يوفي بها قين بقارعة المقر مثار. والذي يتأمل هذه الأبيات يجد المرارة العظيمة التي أفرزتها روحه بسبب رحيل زوجته. ويقال إن البيت الذي يقول فيه ليست كأمك إذ يعظ بقرطها قين وليس على القرون خمار، تلميح إلى حادثة صارت مع أم الفرزدق عندما أتى صائغ فصاغ لأم الفرزدق حلياً وهي صبية في أهلها، فعلق قرطها فاستدعوا الصائغ ليخلص القرط من أذنيها، فذهب يعض القرط ليخرجه، فعض أذنها فصاحت، فعيره بذلك جرير. رغم أن هذا الموقف لا عار فيه، لكنه الألم العظيم في نفس جرير الذي أشعله الفرزدق حين عاب زوجته، فرد بكلمات تعيب أمه لأن الفرزدق نده ولأن العين بالعين. كان جرير أشعر أهل عصره، وعاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. كان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراً، بدأ حياته الشعرية بنقائض ضد شعراء من قبيلته، ثم تحول إلى الفرزدق
واستمر الهجاء بينهما نحو 40 سنة. ولا عجب، ففي العصر الأموي أصبح للشعر وللشعراء مكانة غير مسبوقة، فجالسوا الخلفاء والأمراء ومدحوهم وهاجموا أعداءهم وأضحوا في منزلة الوزراء وكبار وجهاء العصر، وعاد الهجاء ليصبح واحداً من أكثر استخدامات الشعر نظراً للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها العصر الأموي. ولا توجد أجمل من هذه القصة لتؤكد على جمال شعر جرير وتفوقه على الكبار الأخطل والفرزدق. قال الكلبي: دخل عرابي من بني عذرة على الخليفة عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة، وعنده شعراء 3: جرير والفرزدق والأخطل، فلم يعرفهم العرابي. فقال عبد الملك للعرابي: هل تعرف أهجى بيت قالته العرب في الإسلام؟ قال: نعم، قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقال: أحسنت، فهل تعرف أمدح بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم، قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ وقاله جرير في بيان منزلة الأمويين، وكان من شعرائهم. فقال: أحسنت، فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم، قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وهذه الأبيات من قصيدة قالها جرير في هجاء الأخطر، بدأها بالغزل. فقال: أحسنت، فهل تعرف جريرا؟ قال: لا والله، وإني إلى رؤيته لم أشتاق. فقال: هذا جرير، وهذا الفرزدق، وهذا الأخطل. فأنشأ الإعرابي يقول: فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشمه الجندل. فأنشأ الفرزدق يقول: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ثم أنشأ الأخطل يقول: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوام يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفل. فقام جرير غاضبا وقال: أتشتماني سفاها خيركم حسبا؟ ففيكما وإلهي الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لا زلتما في سفال أيها السفل. ثم وثب جرير فقبل رأس العرابي وقال: يا أمير المؤمنين، جائزتي له، وكانت 5000. فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي. فقبض العرابي ذلك كله وخرج. وكان جرير شديد الفخر بنفسه، رغم أنه من طبقة اجتماعية غير عالية ولا ذات نسب يشار إليه بالبنان، لكن هذه القصة الطريفة توضح كيف ببخله وفقر حال أسرته كان معتدا بنفسه وبشعره أيما اعتداد. فقد سأله رجل ذات يوم: من أشعر الناس؟ فأخذه بيده وأدخله على أبيه إذ هو يرتضع من ثديي عنز، فاستدعاه فنهض واللبن يسيل على لحيته. فقال جرير للذي سأله: أتبصر هذا؟ قال: نعم. قال: أتعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي، وإنما يشرب من ضرع العنز لئلا يحلبها، فيسمع جيرانه حس الحلب فيطلب منه لبنا، فأشعر الناس من فاخر بهذا 80 شاعرا فغلبهم. وهو بذلك يشير إلى أبيه البخيل الذي لا يعرف أحد، ولكن جرير استطاع أن يفخر به في أشعاره ويغلب كل شعراء زمنه. وهناك قصة شهيرة عن سر تسميته جرير، إذ يروي الأصفهاني أن أمه رأت في المنام وهي حامل به أنها أنجبت حبلا من شعر أسود، فلما سقط منها الحبل أخذ يلتف حول أعناق رجال كثر حتى خنقهم،
فاستيقظت فزعة وطلبت تفسير الحلم، فقيل لها: تلدين غلاما شاعرا ذا شر وشدة وبلاء على الناس. فلما ولدته سمته جريرا باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منها، والجرير حبل يكون في عنق الدابة. وختاما لحلقتنا نقول أن جرير بإجماع معاصريه ومن بعدهم هو واحد من أهم إن لم يكن أخطر شعراء العصر الأموي على الإطلاق، لموهبته المدهشة وجمال ألفاظه وبساطة تراكيبه وتأثير شعره في الحياة الاجتماعية لعصره. ويكفي أن نذكر أن القصيدة التي هجى فيها الراعي النميري صارت شؤماً على بني النمير، حتى وصل بهم الأمر أنهم إذا سئلوا عن نسبهم لا يذكرون نسبهم إلى نمير بل إلى جدهم عامر. فتأمل ما كان للشعر من سطوة وقوة وخطورة. لولا الحياة لعادني استعبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار. ولقد أراك أسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار. ظل الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار. وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين غار. Oh,